أهلا بكم مشاهدي الكرام. يحدث الآن عبر شاشة CNBC عربية. أعلن رئيس الوزراء السوري رياض حجاب في بيان تلاه متحدث باسمه عبر قناة الجزيرة القطرية، أعلن انشقاقه رسميا عن النظام السوري الذي اتهمه بارتكاب جرائم إبادة، وقال إنه ينضم انضماما كاملا ليكون جنديا من جنود الثورة السورية. المتحدث باسم رئيس الوزراء السوري المنشق قال أيضا إنه الآن قال إنه يكشف عن أن انشقاقه هذا مرتب منذ أشهر، وهذه هي المفاجأة في حقيقة الأمر. وقال إنه سيواجه الشعب السوري مباشرة في كلمة يلقيها بنفسه بعد أن تستتب الأوضاع. الآن ينضم إلينا مباشرة من الدوحة الدكتور حامد خليفة، عضو المجلس الوطني السوري. أسعدت مساء يا دكتور حامد. الأمر الذي يستوقفني باستمرار هو يعني أن يكون هذا الحدث مرتبا منذ أشهر. هذا اختراق عميق لدوائر صنع القرار في النظام السوري، كما أنه يوحي بأنه ليس الوحيد. يمكننا أن ننتظر انشقاقات أخرى لأن الدوائر مخترقة يا سيدي. ما رأيك أنت؟ نعم أستاذ محمد، حقيقة في البداية أسأل الله أن يتم نعمته على الشعب السوري بأن يزيل عنه حكم الطاغية وأن يعيد إليه الأمن والسلام. وأهنئ الأستاذ المهندس رئيس الوزراء على هذه الخطوة الجريئة التي تؤكد أنه لا زال مواليا لشعبه متبرئا من قتلته. وأهنئ الجيش الحر الذي قام بترتيب هذه الخطوة الكبرى والقفزة النوعية إلى الأمام لكي يثبت للعالم بأن قدراته أكبر من قدرات النظام الذي سخر كل إمكانيات الشعب السوري من أجل المنظومة الأمنية. هذا يؤكد بأن الانشقاقات ستتوالى من القمة إلى القاعدة، والنظام يتفكك بكل أنواع التفكك السياسي والعسكري كما هو مشهود، والنظام كذلك الاقتصادي ينهار، فلم يبقى عذر لأي مواطن شريف يعمل مع النظام ضد شعبه وأهله. سيدي، حين يتحدث رئيس الوزراء المنشق عن جرائم إبادة يرتكبها النظام، ألا يطرح هذا سؤالا أقطاب العمل التنفيذي في نظام دمشق في الحكومة السورية؟ إن كان هذا موقف رئيسهم رئيس الوزراء السوري، هل تتصور أن هناك وعي منتشر لدى الحكومة السورية حتى من يتشبثون ما يزالون بدعم النظام بأن النظام يرتكب جرائم إبادة؟ هل هذا هو الوعي لديهم؟ الوعي في سوريا، الوعي السياسي المستنير الحر ضعيف جدا، إذ أن النظام يغسل أدمغة الناس منذ أن يكونوا في المرحلة الابتدائية على مقاعد الدراسة، ويعلمهم أن كل من يخالفه هو متآمر وهو ضد الوطن وضد المصلحة وضد الاقتصاد والسياسة، وهذا ثابت منذ أكثر من 40 عام. الآن الشعب السوري أصبح يرى الأمور بعينيه بأم عينه، لم يعد هناك عذر. نعم هناك من لا زال مخدوع، وهناك من لا زال من يردد أقاويل النظام الباطلة، لكن خروج رئيس الوزراء بهذه الطريقة وبهذا الوضوح يسقط كل من له عذر في هذا الباب، ويجعلهم عراة، وأنهم إما عملاء لأعداء الوطن وإما أنهم متآمرين على أهلهم وشعبهم. هذا فيما عدا من لم يستطع الخروج ممن هو على شاكلة رئيس الوزراء الذي خرج من النظام القتلة. إذن تنفيذي سوري هو الأرفع مستوى ينشق. هذا التنفيذي يا سيدي رئيس الوزراء السوري لو أنه لم ينشق فإنه سيكون متهما بإدارة العمل الوحشي ضد الثورة السورية. الآن وقد انشق برئت ذمته، غسلت يداه يا سيدي، وربما يكون له دور في إدارة العمل السياسي السوري بعد الأسد.
نعم نعم برئت يداه وكل من هو على شاكلته ولو كان منغمسا في الجريمة، إذا قفز من مركب المجرمين في هذه المرحلة فإن الثورة السورية ستنظر إليه بمنظار آخر، ويتوب الله على من تاب. ونحن في هذه الأيام المباركة نهيب بجميع أبناء الشعب السوري المخلصين ممن يعمل مع النظام بأن يقتدي بالسيد رياض حجاب بأنه ترك أعلى منصب وعليه أدق أنظمة الأمن التي تراقب أنفاسه، ومع ذلك استطاع أن يتخلص، فالذين هم من دونه بإمكانهم أن يفعلوا مثل فعله. لذلك الباب أصبح مفتوحا أمام كل من يريد أن يقفز من نظام القتلة ونظام الجريمة. الشعب السوري رحيم، الشعب السوري يغفر لمذنبيه، لكنه إذا بقي المجرم مصر على إجرامه فإنه لا بد من إنزال أكبر وأقسى أنواع العقوبة بالمجرمين. نعم الأستاذ رياض أصبح الآن رمزا لكل من يتعامل مع النظام بأن عليه أن يترك ويخلع هذه الأردية القذرة التي لوثت بدماء الشعب السوري أطفالا ونساء، ولوثت بالاقتصاد السوري الذي سرق منذ 40 عام، ولوث بالطائفية التي أصبحت تستعر في سوريا. رئيس المجلس الوطني السوري السيد عبد الباسط سيدة قال بوضوح إن مركب النظام يغرق، والدليل هو انشقاق رئيس الوزراء شخصيا. لكن لماذا يستغرق غرق المركب فترة بهذا الطول يا دكتور حامد؟ ومن سيغرق مع النظام؟ يعني كم من الضحايا أيضا سيأخذهم النظام معه إذا ما غرق؟ أستاذ محمد، إذا كنا واقعيين حقيقة أن انشقاق رئيس الوزراء خطوة كبرى وقفزة إلى الأمام، لكن هذا لو كان في غير النظام السوري. النظام في سوريا الذي لا زال يبطش ويستعمل نظرية الإرهاب والرعب والتخويف الأمر يختلف، لكن هذا الجانب يؤكد أن النظام في سوريا نظام احتلال سياسي واقتصادي وفكري، وعلى السوريين أن ينتبهوا على هذا، وأنه لو كان نظاما إداريا نظيفا سياسيا اقتصاديا لسقط بسقوط رئيس الوزراء ومن هو على شاكلته من القادة الكبار في قادة الجيش وأمثالهم. لكن النظام بهذه الأفعال وبقائه إلى هذا الوقت وهو يؤكد على أنه متكئ على أنظمة أخرى، هو طائفي. النظام السوري نظام فاشي، النظام السوري نظام أمني، فهو متكئ على أنظمة قذرة في العالم منعدمة الأخلاق تعمل على مساندة المجرم على قتل الضحية، وهي ترى الضحية يستغيث وليس له ذنب، ولكنهم يصرون على الوقوف معه. إن انشقاق هذا رئيس الوزراء يعتبر خطوة كبرى تجعل النظام الإيراني والنظام الروسي عاريين عراة أمام الأخلاق العالمية والمنظمات الإنسانية. ما هي الآن أعذارهم في تشبثهم بنظام انشق عنه أكبر مسؤول في نظامه؟ لماذا هم يتمسكون بهذا النظام؟ أصبحوا أسديين أو بشاريين أو ملكيين أكثر من الملك. إن روسيا أصبح موقفها مفضوح وليس لها خصومة مع الشعب السوري، الشعب السوري يقدر المواقف الروسية السابقة، فلما يعمل الروس إلى هذا الحد من الحقد على الشعب السوري؟ أعتقد أن هذا لا ينطلق من مواقف روسية ولا من مواقف الشعب الروسي، وإنما قد يكون اشتريت بعض المواقف السياسية لبعض المسؤولين الروس إرضاء لإيران وغيرها من هو على منهجها. لكن يا دكتور حامد، أنا كان سؤالي إذا ما كان هذا النظام سيغرق عاجلا أم آجلا، كان سؤالي عن الثمن الذي سيدفعه الشعب السوري، ستدفعه الدولة السورية إذا ما ترك هذا النظام يغرق. هل هناك تهديد لأسس الدولة؟ هل هناك خوف من جرائم إبادة حقيقية كما يتهم بها النظام حتى من رئيس الوزراء المنشق؟ هذا ليس خفي. أنت تسمع أستاذ محمد الشعارات التي تطلق والكتابات التي تكتب على المساجد وعلى الشوارع وعلى المدارس، إما الأسد أو نحرق البلد، هذه نظرية قائمة. إذن المركب قد يغرق، نعم سوريا قد تدمر وتمزق كما دمر تيمور لنك حلب من قبل ودمر دمشق من قبل، وهو يعني على ثقافة
بشار نفس المنهج، فمن أراد أن يعرف بشار عليه أن يقرأ تيمور لينك وسياسته التي كانت تبطش بالصغار والكبار والنساء والأطفال وتدمر وتخرب كل ما هو أمامها. لذلك نعم الثمن سيكون باهظ، لكننا نهيب بأشراف سوريا بمن لا زالت ضمائرهم حية أن يخرجوا من هذا المركب لكي لا يكونوا مسؤولين عن الخراب القادم، ونهيب بالدولة الروسية وبالدولة الصينية أن يرفعوا أيديهم عن هذا النظام الذي أصبح يبطش بالشعب البريء الشعب الأعزل في سوريا. نعم. لذلك نعم الخسائر ستكون باهظة إن لم يتنبه جميع أبناء سوريا إلى هذه المشكلة. دكتور حامد خليفة عضو المجلس الوطني السوري، سيدي شكرا جزيلا لك أن كنت معنا مباشرة على الهواء من الدوحة. إذن مشاهدي الكرام كنا معا في هذه الفقرة يحدث الآن عبر شاشة CNBC عربية لمتابعة تداعيات انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب. إلى اللقاء.